سائل شيخنا بيقول ان هو يعيش مطارد داخليا وبيعيش في مكان يعني داخل شقه او سكن لا يخرج منه ابدا ولا يرد على احد ولا يشهد الجمع والجماعات ولا الافراح ولا الجنازات ولا اي شيء خوفا على امنه وعلى حياته، فالسؤال الان ما الحكم في هذا الامر؟ يعني ندعو الله سبحانه وتعالى له ولامثاله ان يرزقهم الله تعالى الامن وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الأمان وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين يا رب. وأن يعني ينعم المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بالأمن والأمان على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دينهم. وبعدين النص القرآني في مثل هذه الحالات يقول تعالى فيه فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، ويتقوى الله حق الاستطاعة لا عليه بعد ذلك إذا أدى ما يسر الله تعالى له، يعني بعدا بنفسه ونأيا بنفسه عن أن يقع عليه ضرر في نفسه أو في دينه إن شاء الله سبحانه وتعالى.